يا مساء الخير، تابعونا حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ساعة شباب. مثل ما عودناكم في كل مرة بتكون معنا استضافات جديدة وحكايات مالها أول من آخر. طبعا أكيد الأخبار نوعات بنشوف فيها يعني أغرب الأخبار اللي ممكن تشوفوها وتسمعوا عنها في حياتكم، وكل هذا وأكثر طبعا ما يكون إلا في ساعة شباب. واليوم مواضيعنا والله شايفة أنها حماسية ومختلفة ومتنوعة وأيضا بنفس الوقت مفيدة جدا، فيها من التغذية البصرية وأيضا فيها من التدريب الرياضي. بس خلونا قبل أي شيء نروح لعالم السوشيال ميديا ونشوف التغريدات المختارة لليوم تحديدا. طبعا التغريدة الأولى اللي معانا هي من حساب تغذية بصرية، نشر صور جدا جميلة على تويتر، وصور كانت لإبداعات فنانين ولكن بطريقة مختلفة. راح نشوف الإبداع اليوم بطريقة مختلفة في هذا الفن الجميل، وهو فن الرسم على أكياس الشاي. يعني يا جماعة فعلا لما يقولوا لكم الإبداع ما له حد ولا لي حدود ولا نهاية، لازم فعلا تصدقوا، لأنه في كل مرة بنثبت لكم هذا الشيء بالفن وأنواع الفن المختلفة اللي بننشرها معاكم في كل مرة، سواء من السوشيال ميديا أو من ضيوفنا الموهوبين والمميزين. إلى أيضا تغريدة ثانية، فعلا هذه التغريدة غريبة من نوعها، عبارة عن مقطع فيديو. بس قبل لا أتكلم عنها بسألكم، قد في يوم سمعتوا عن أغنية بصوت القطط؟ ما أتوقع أبدا، لأنه فعلا أنا تفاجأت لما شفت هذا المقطع وسمعت عن هذا الموضوع. أخذنا تحديدا هذه التغريدة من حساب نورة على تويتر، واللي نشرت فيها مقطع لأغنية بصوت القطط سجلها شخص وعالجها بطريقة موسيقية غريبة. وأهم شيء أن نورة قالت أنه هذه الأغنية أصبحت أغنيتها المفضلة. خلونا نشوف مقطع من أغنية بصوت القطط ونرجع لكم. والله فعلا شكلها بتكون اغنيتي المفضلة انا كمان، لانه صراحة فيها احساس مختلف ما نسمعه في اصوات البشر، فممكن تطلع من اصوات القطط. والله شيء غريب وعجيب فعلا بنشوفه يوم بعد يوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. التغريدة الثانية